عقد مجموعة من الخبراء والمختصين في مجال البحوث العلمية ندوة بعنوان خطوات نحو نهضة فلكية عربية. وعرضت المجموعة بعض الأفكار والاقتراحات لتنمية العلوم الفلكية في العالم العربي وإنشاء مرصد ضخم في دولة الإمارات. تستهدف المجموعة أيضا طلاب الجامعات للعمل على مشاريع تختص بعلوم الفلك والمساعدة في نشرها باللغة العربية. كنت نشرت مقالة مطولة في مجلة مرموقة هي نيتشر باللغة الإنجليزية وباللغة العربية، أثرت فيها مشكلات انحطاط علم الفلك في العالم العربي في خلال العقود والقرون الأخيرة، وأعطيت بيانات وركزت على فكرة رئيسية هي انعدام تقريبا أو قلة المراصد الفلكية في العالم العربي مقارنة بباقي العالم، حتى مقارنة بالدول المجاورة منها تركيا وإيران وحتى جنوب إفريقيا وطبعا إسرائيل إلى آخره. عايزين نشجع البحث العلمي ونشجع العلوم في العالم العربي ونكون نقود التوجه العلمي ده. فعن طريق نيتشر ميدل إيست احنا بنطلع المواضيع العلمية الموجودة في المنطقة عندنا ونظهرها للعالم بالإنجليزي وبالعربي، موجودة باللغتين. وعن طريق نيتشر طبعا العربية احنا بنجيب مجلة نيتشر اللي هي فيها أحدث وأهم الأبحاث عالميا وبنقدمها للقارئ العربي باللغة العربية، فيبقى عندنا الجهتين من غزين الناحيتين مع بعض. يعني يعتبر مشروع هو إنشاء تلسكوب بصري بقطر مترين ونص تقريبا، بالإضافة إلى ملاحق التلسكوبات جانبية لخدمة الهواة والمهتمين في مواضيع فلكية. طبعا التلسكوب الأساسي سيكون في خدمة الباحثين والعلماء في هذا الأمر، ونحن إن شاء الله من خلال هذا المشروع نرنو إلى تحريك وتفعيل دور البحث العلمي.